شباب إلى برنامج أصداء الشباب على المباشر من قناة التحرير ويب تي في، ودائما الحديث حول تطلعات الطفولة وبرنامج القافلة الإعلامية الثقافية المتنقلة بين مناطق الظل في بلدية ورماس، وهو المشروع الطفولي الذي نفذته جمعية نشاطات الشباب لدار الشباب ورماس. أعود إلى ضيفي الشاب الطفل خيري عكيشي. خيري عكيشي شاب تابع لجمعية نشاطات دار الشباب ورماس، جاءنا اليوم وهو متوج طبعا بالذهب ربما، وابتسامة الشاب عكيشي خيري أحد شباب ورماس الفاعلين. خيري مرحبا بك. سلام أستاذ بالقاسم، أهلا بك. وانت جئتنا بالذهب اليوم في مسابقة وطنية شاركت فيها وحققت المفيد، أهلا بك في قناة التحرير مباشرة مع طبعا الأستاذ المستشار طبعا علي الشتيوي. مرحبا بك، ماذا تقول في البداية؟ أولا ممكن الناس ما تعرفنيش، خيري عكيشي 14 سنة، العام هذا مقبل على شهادة تعليم متوسط، موهبتي الإنشاد، عضو نشط في دار شباب ورماس، نعم، متحصل على جوائز، وموهبة ثانية تنشيط. يا سلام، أنت طبعا تهوى التنشيط منذ الصغر. نعم. وتهوى الإنشاد. لكني رأيتك وأنت تعلق يعني كموهبة، نتمنى لك النجاح. ربما أعتبرك أنا شخصيا عظمة من أعضاء ربي، إن شاء الله أتمنى لها النجاح. إن شاء الله خير الدين. إن شاء الله خير الدين. طبعا وأنت شاركت في هذه المسابقة الوطنية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة، بطبعا تنفيذ مباشر من مديرية الشباب والرياضة على مستوى الولايات، وأنت مثلت ولاية الواد بعد أن فزت بالمرتبة الأولى ولائيا، ومثلت هذه الولاية في ولاية البليدة، حصلت على ما أراه أمامي. طبعا هذه الجائزة الرائعة التي جاءت بها وهذه الشهادة التي تحصلت بها، سنتحدث معك عن هذه المشاركة، كيف كانت هذه المشاركة وكيف تراها أنت بمنظارك الطفولي. والله المشاركة هذه مشاركة تاع المنشط المبدع الشيخ علي، أنا يعرفني باللي ننشط هكا، من يعرفني ننشط. جت المسابقة هذه معناها كلمني قال لي خيري، قال لي راه كاين مسابقة تاع تنشيط هنا في الولاية، ومن بعد تطلع على كاين هنا النصف النهائي، كيقول النصف النهائي تنجح تطلع على النهائي معناها البليد. قلت له انا ما معناها نورمال، ما حبيتش نضيع الفرص. نعم. ما حبيتش نضيع الفرص. جاك النهار شركه روح شركه درناها كناش في دار الشباب 17 اكتوبر. نعم. على مستوى الولايه، على مستوى البلديه، ثم على مستوى الولايه. وشاركت فيها عديد المؤسسات. نعم. كانت مسابقه جد ساخنه. نعم. في السمع البصري. نعم. والتعليق. نعم. نعم. وفقني معنا ربي، نجحت في الولايه جد مهلا، ومن بعد عودنا كملنا النهائي تصفيات في البليده، وجدنا الثالث. معناها كان لجنة حكم محسن بزرطيط وكاين زوز اخرين سيتهم. شركة قوية جدا في البليدة. ولايات عديدة منافسة قوية، معناها من كل ولاية مع تعدد شو قدان واحد الالاف. نعم. الدنيا كبيرة معناها، شو نقول لك. في اطار فعاليات المسابقة الوطنية للمنشط المبدع المنظمة بولاية البليدة، يمنح مدير الشباب والرياضة لولاية البليدة هذه الشهادة الى المشاركة عكيشي خيري ولاية وادي سوف، نظير مشاركتكم الفعالة في نجاح المسابقة الوطنية للمنشد المبدع تحت شعار الميكروفون الذهبي. إذن أنت مبدع الأخ خيري. نعم. ربما حدثني سيادة المستشار عن موهبتك في الإنشاد، يعني هل تطمح أنت أن تكون منشد في المستقبل؟ إن شاء الله. نعم. إن شاء الله. نعم. حدثنا عن نشاطك في دار الشباب ورماس. دار الشباب ورماس في نشاطات معنا دار الشباب ورماس، كتجي مسابقة الشيخ علي معنا يكلمني وقف معايا معنا نوجه له التحية. نعم. هو معنا يكلمني يقول لي كاين مسابقة، نقول أنا نورمال عادي نجي. نعم. نجي دائما حاضر. دائما خيري حاضر دائما. نعم. لازم. نعم. عضو فاعل. بالمناسبة فتحي دجال الذي يتابعنا نوجه له تحية، أو يوجه لك التحية، نقول له تحية ليك يا فتحي. تحية ليك يا أخوي فتحي دجال. طبعا خيري أنت طبعا في عمر الظهور، طبعا مستقبل أمامك وأنت وجدت من يحتضنك، كيف ترى مستقبلك أنت؟ مستقبل إن شاء الله بإذن الله كما يقولوا مستقبل زاهر.
معناها انت في صغرك ولا قمن يهتم بيك اي معناها مشيك متهمش تولي متهمش تولي حاجه اخرى تولي راي حوايج اخرى نعم اما كي يلاقي معناها الموهبه تاعك انت موهبه ربي عطيها لك وكاين معناها من يساعدك فيها ومن يعاونك ليش لا نعم معناها باذن الله مستقبل زاهر و... وش تقول الاستاذ علي والله يا استاذ علي كما قلت لك نوجه له تحيه معناها هو فوق الراس معناها هو اللي كلش تقريبا تقدر تقول هو اللي عاوني هو اللي طلعني معناها نعم هذا هو الميكروفون الذهب الذي تحصل مفهد. عليه خير الدين نعم. أو خيري عكيشي نعم. في مسابقة المنشط المبدع المنشط المبدع نتمنى لك يعني مستقبل زاهر سواء كان ذلك في التنشيط أو في الإبداع الإنشادي وإلى غير ذلك من الأمور بالتوفيق إن شاء الله ليك طبعا ماذا تضيف يعني وأنت طبعا لازلت تنشط في جمعية نشاطات الشباب هل لديك أفكار أخرى يعني تريد أن تمررها للطفولة اللي في عمرك وش تقول لهم يعني مناك إذا عندكم موهبة ولا إذا عندكم حاجة حابين تديروها ولا إذا كان هدف تطمح له معناها روح ما تقوليش نايا أني ما نقدش أما يمدوليش يا مشاه تثبيت العزيمة تكون عزيمتك قوية نعم هذه ديما كن مستعد وتفرض روحك رغم الصعوبات وما أكثرها هذه ولازم معناها ديما تعزم وتستعد وتقول معناها راني نقدر ما نعم. تقوليش راني ما نقدش كان درت وعدها مثلا عندها ياسر طموحات نعم جيت شخص هذا يقول لك عندي هذا بس أنا مشيني حابها واللي عندك الحاجة حابه يقدمها يقول لك نخاف وما يشتي شيء أنت تشوف باللي عنده إمكانيات لكن مش محتقرها ديما متراجع متراجع عنده موهبة كشغلي همش فيها وانت وش تقول لهم مباشرة الطفولة اللي يعني كما قلت لك نقول لهم أنا إذا عندك موهبة عندك حاجة معناها ما تراجعش الأمام سواء كان في الرسم ولا في الغناء أو في الإنشاد أو في التعليق أو في الرياضة بجميع أصنافها هذا نبدأ معناها من روحينا أنا كون ما جيش مستعد كون جيت كيف الناس اللي تقول لك ما نديرش ما نروحش نعم. ومعناها بفضل الوالدين وأستاذ كما قلنا علي الشاوي الدعم متواصل معناها كملت في المسيرة اليوم هذا وإن شاء الله أنا ما زلنا متواصلين إن شاء الله نعم. ربي إن شاء الله مستقبل قدامك لن نتركك يا مبدع يا خيري قبل أن تقدم لنا نشاط أعطينا حتى أنشودة وأني عارفك مغرم بالإنشاد أنشودة والله يكلم أول ما أعطينا موال أنا بالمناسبة بس. هذه معنا المولد النبوي اللي ما زلنا فيه ما إن شاء الله ولد الهدى ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشرى صلى الله على رسول الله عليه الصلاة والسلام شكرا لك يا خيري امتعتنا وأنا شخصيا أتنبأ لك بمستقبل زاهر إن شاء الله واصل على الطريق الصحيح واصل على درب النجاح أنت شاب موهوب أتمنى لك النجاح بالمرافقة طبعا ومرافقة الرجال ومرافقة طبعا من هم يرون فيك النجاح أتمنى لك التوفيق شكرا جزيلا لك على طبعا مجيئك اليوم وتشريفنا وأنت شرفتنا وشرفت الولاية وشرفت قطاع الشباب والرياضة على مستوى الولاية أعود إلى سيادة المستشار علي الشتوي طبعا الذي هو مشكور اليوم على تفاعله معنا وعلى إثرائه لهذا النقاش الموجه للطفولة ولتشيط الطفولة ماذا يمكننا نقول يا سيادة الدكتور والله بالنسبة للطفولة كما قال خيري هو أنه الكثير من الشباب راهي عندهم كما نقولوا قدرات ولكن القدرات هذه تحتاج إلى نفض غبار نعم تحتاج هذه القدرات تحتاج هذه المبادرات إلى الجرأة لابد أن نركز على عنصر الجرأة
إنسان يشوف في نفسه أنه يقدر، أنه ما يفكرش من البداية في المرتبة الأولى مباشرة. نعم. إنسان راه يحاول 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 المرة والمرة الأولى، المرة والمرة، المرة والمرة، إلى أن يصل. تالي الإنسان يعطي نفسه الفرصة أنه يجرب، يعطي الفرصة أنه كتجي مسابقة ما يقولكش ما نظنش راهي مخيطة المسابقة هذه، رايحين يمدوها الجماعة أخرين وكذا، وما عندي حتى صلاح فيها غير الروح بركة يعمروا بيا البلاصة وكذا. الإنسان لا، المفروض لا، في الأمور هذه يتجاوز كل هذه العقبات، يتوكل على الله، لأنه لا نقول متأكد إذا كان مانيش نقول موقن أصلا. أنه الإنسان لما يكون ممتاز ويحاول مرة تلو المرة بإذن الله تعالى، أنه أصلا كنا نرجع للقصص. نعم. نرجع للقصص العظماء. نعم. قصص العظماء، توماس إديسون مخترع صناع المصباح. نعم. كان المصباح أصلا في ذلك الوقت ما كانش حاجة اسمها مصباح باش يضيء وكذا، ولكن لما اشتعل المصباح سألوه سؤال، شوف السؤال هذا الإجابة نتاعه تلخص الموضوع كامل. كي سألوه قالوا له كم مرة كانت المحاولات فاشلة، معناها انت حتى نشعل المصباح، قال لهم حاولي 999 بس. قال لهم ماكم غلطين في السؤال، ما يطرحش بالشكل هذا. قال لهم السؤال هو 999 مرة أو 999 حالة لا يشتعل فيها المصباح، ما سمهاش حالة فشل هو. نعم. هو قال لهم هذه الحالات لا يشتعل فيها المصباح، وفي حالة واحدة الحالة الألف مثلا هكذا يقول الرقم إذا كان وصل إلى مبتغاه، الحالة الألف شعل فيها المصباح. قال لهم لما 999 هذه حالة لا يشتعل فيها المصباح فقط. حتى أنت كما إنسان حاب توصل للنجومية، حاب توصل للعالمية، حاب توصل للنجاح في أي مشوار، سواء كان تجاري ولا إعلامي ولا شباني ولا بيئي ولا عندك أفكار، حاول أنك مشي من المرة الأولى باش توصل، حاول ثم حاول ثم حاول. ومعروف أنظن قصة الجندي هذاك اللي يخسر في المعركة وبقى مكسور الجناح، وإنما شاف درس أمام عينيه من الطبيعة، شاف النملة تأخذ حبة القمح تصعد تولي قريب توصل للقمة، تدحرج حبة القمح تعود تأخذها تعود تطلع تعود تطيح تعود تطلع تعود تطيح، لكن في المرة شوف قديش المرة استطاعت أنها توصل حبة القمح للقمة. إذن القمة تستحق إلا الناجحين. زيد نضيف نقطة أخرى إذا كان سمح الوقت وسمحت الأخ، وهي الكثير من الناس والله الكثير من الشباب تلقاه يمشي في نفق، النفق هذاك هو مظلم صحيح، ولكن يتأكد أنه في نهاية النفق هناك ضوء. ساعات تلقاه بينه وبين الضوء هذاك أمتار بسيطة برك قريب يوصله، وإنما يتراجع ويسقط عليه التثبيط، يفشل. نعم. وهذا يسقط عليه التثبيط. نعم. أنا أقول ما تسمعوش للمثبطات. نعم. أراه العالم كل مملوء بالمثبطات، ربما نختلفوا فقط، نختلفوا في حجم المثبطات، ربما في العالم المتقدم أو العالم الأول ربما المثبطات أقل، ربما في العالم الثالث اللي رانا نعيش فيه ونحن جزء منه ربما موجودة مثبطات، ولكن صدقوني راه من ركام المثبطات تصنع المعجزات. وهو كذلك الأستاذ علي، ونتمنى نحن أن نكون دائما إيجابيين. أكيد. دائما إيجابية. نعم. وإخواني الشباب حثهم على الإيجابية دائما. نعم. كونوا إيجابيين. نعم. ومتطلعين للمستقبل. نعم. مستقبل أفضل. ربما استوفينا النقاش في هذا الموضوع. نعم. سيادة الدكتور مستشار الشباب علي الشتوي. نعم. أنا شاكرك جدا على قبولك دعوة القناة. نعم. وهذا المنبر نعم ودعوة البرنامج. كما أشكر خيري طبعا عكيشي على طبعا مجيئه معنا رغم ربما نشاطه والتزاماته. ماذا يمكن أن نقول في ختام هذا اللقاء يا زميلي؟ والله كلمة أخيرة، أولا أتوجه بالشكر كما قلت للأسلفة الذكر في البداية، شكر للقناة وعلى رأسها الأستاذ العربي، على رأسها العربي بريك الإعلامي القدير. نعم. وكذلك الإعلامي الزميل المستشار سي بالقاسم علال، ربي جزيل، اللي هو اتصل بي وبارك الله فيه واتحنى الفرصة، وهذا دورنا أستاذ علي، وجينا ناقشنا الموضوع بشكل مستفيض، وهذا حبنا للقطاع وحبنا للطفولة وحبنا للنشيط والعمل في هذه الولاية. وكذلك نشكر القناة ونشكر من خلالكم ثاني كذلك. نقطة أخرى ثاني كلمة للشباب. نعم. أنه أي إنسان عنده مبادرة
يحاول ديما كما يقولوها في التنمية البشرية، يقول لك يولي عندك مشروع أطرحه مع الناس الإيجابية ومع الناس اللي تعرفهم يقدروا يعاونوك. نعم. لأنه ساعة مرة الشباب ربي يهديهم يجيه في رأسها فكرة يطرحها مع أقرب الناس ليه، وهذا خطأ. لازمك تروح تطرحها مع إنسان ناجح وتعرفها إنسان ماهوش بخيل وإنسان إيجابي، تطرحها معاه الفكرة قادر على بالك يقول لك هذه فكرة إيجابية يطورها يمشي معاك ويعاونك وتصبح الفكرة مشروع ويصبح المشروع نافع بالضبط للجميع من الجميع. وكذلك احنا نزيد نقطة أخرى، أنه هذا المشروع تاع الحديقة الثقافية المتنقلة اللي تكلمنا عليه، أي جمعية تفكر في هذا المشروع تتصل بينا نعطوها الأدوات التشغيلية. نعم. ممكن يجسدوه ذلك في بلديات أخرى، ونتمنى التوفيق إن شاء الله للشباب إن شاء الله. بارك هذا العام فيكم. أن تجوب القافلة مناطق أخرى على الأقل في مناطق ذلك ما ذكرنا. نعم. لاستهداف أكبر شريحة من الشباب وقطاع الشباب والرياضة الراعي الأساس الرسمي لجميع نشاطات الشباب بهذه الولاية. طبعا لديه الفكرة خصوصا ديوان مؤسسة الشباب وعلى رأس مديره ورئيس الرابطة طبعا مشكورين على مرافقتكم لهذا النشاط الناجح الذي يعتبروه ناجح بامتياز. ربما استوفينا النقاش أستاذ علي حول هذا الموضوع الذي خصصناه للبرنامج التشاور متعدد الأطراف، عمل مشترك من أجل الطفولة والتسلية، المسمات الحديقة الثقافية المتنقلة للأطفال. أذكر بأن جمعية نشاطات دار الشباب والرماس هي التي نفذت هذا المشروع في الميدان ولقي النجاح والاستحسان الكثير، وقد سمعت هذا بأذني ورأيته. أتمنى لك المزيد من التوفيق أستاذ علي على مستوى مؤسستكم وفي مساركم المهني. شكرا لكم على تلبيتكم دعوة القناة. شكري للمبدع الشاب الطفل له مستقبل زاهر خيري عكيشي، له وهو قدوة لشباب ورماس. طبعا تحيات المايسترو فتحي الشايب الذي أمن وأخرج لنا هذا البرنامج. شكرا. وطبعا هذا بالقسم علال يحيي الجميع. إلى اللقاء في فرصة أخرى، والسلام عليكم.